السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد عبلة. النهاردة حلقة بعنوان كيف يكون المخترع رائد أعمال. إن شاء الله هنبتدي هذا الاتجاه علشان نبين اللي أنت كمخترع أو صاحب فكرة أو صاحب ابتكار هو الطريق، مش اتجاه واحد بس ومش طريقة واحدة بس اللي اشتغل عليها. ليه هنشتغل على الطريقة دي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة، وإن شاء الله مش دي الحلقة الوحيدة، يعني هيكون لها تبعيات إن شاء الله، وهنشتغل كمان حاجة عملي علشان نقرب الفكرة للمتابعين. فأنا كنت هتكلم عن الموضوع وأقول المثال لأن أنا كان ليا تجربة فيه، لكن قلت طيب هتكلم على الموضوع كبداية وبعد كده هعمل تجربة عملي اللي أنا عملتها هبدأ أتكلم عليها. ممكن تاخد حلقة اثنين إن شاء الله، لكن حسب لكم فرصة تفكروا برضو في الكلام اللي أنا بقوله وتاخدوا خطوات عشان لما نبتدي إن شاء الله نبتدي بشكل عملي إن شاء الله مع بعض. وهنتكلم دلوقتي على أول نقطة، أنت هتاخد الاتجاه ده إمتى؟ يعني إمتى أخد الاتجاه اللي أنا بقول عليه؟ كويس؟ يعني الطريق ده أو الاتجاه ده إمتى هنبتدي ناخد الاتجاه ده؟ خلينا أول حاجة نتكلم اللي أنت تبقى رائد أعمال بفكرتك، صاحب فكرة، صاحب فكرة مبتكرة، صاحب فكرة جديدة. ومهم جدا 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 تكون الفكرة بسيطة، مش حاجة مكلفة، يعني مش حاجة محتاجة حاجات تكنولوجية صعبة، حاجة عايزة تستورد مثلا من برة. لا، خلينا هنتكلم على فكرة تكون بسيطة سهلة من البلاستيك، حجمها صغير، مش مكلفة كتير، ومش محتاجة مثلا عمال كتير، حاجة بسيطة انت ممكن تقدر تعملها انت بنفسك. كويس؟ اول حاجة بنتكلم على مهم عشان تاخد الطريق ده وتبتدي مشروعك بنفسك، اللي انت يكون عندك مساحة من الوقت انك تشتغل على الفكرة دي، او اللي انت عندك شغلك بياخد منك وقت وعندك مساحة تانية انت عايز تعمل فيها مشروعك ان شاء الله، اللي هو يخليك كمان تعتمد عليه بشكل كبير وتسيب كمان شغلك. وفي امثلة يمكن هقولها لكم بعد كده، رجال اعمال كبار جدا فادقوا بفكرة بسيطة اشتغلوا عليها ونزلت، وفي ناس عارفينها، لو انا قلت اسميها الناس هتعرفها، وبداوا كده. لكن هم ما اتكلموش على الموضوع ده كتير، اتكلموا عليه لو بحثت عنه، لكن انا لما سمعته انا مش ناسيه، لان انا سمعته وانا صغير، وكمان شفت المنتج ده لما كان موجود في السوق وعرفت قد ايه. بعد كده بقوا رجال اعمال كبار لهم اسامي معروفه ولهم سيطره في السوق بشكل كبير، لكن كان بدايتهم عباره عن فكره. فنتكلم على فكره زي بقول بسيطه رخيصه، يفضل انها تكون من خامه واحده بلاستيك مثلا، ويفضل انها تكون حجمها صغير، يعني عشان حتى البلاستيك ما يبقاش مكلف. انا بكلمك على حاجه مش عايزك تصرف كتير في البدايه، في البدايه كاول الطريق هنعمل منتج بسيط. هتقول طب انا عندي منتجات صعبه، منتجات كبيره، عايز اعمل كذا. لا معلش، احنا عايزين ناخد الاتجاه ده والله حسب قدراتك. انت ممكن يبقى معاك يعني سيوله ماديه تقدر تخليك تقوم مشروع كبير، دي برضو اتجاهك ممكن تعمله وتنجح، لان في ناس برضو لو عندها القدرة المادية وتبتدي مشروعها كويس هتنجح وتبقى قوية جدا. فزي بقول لك الطريق محتاج انك انت تكون مخطط بالظبط عايز تعمل ايه، وزي بقول نقطة المنتج البسيط اللي غير مكلف، غير مكلف، غير مكلف ماديا وغير مكلف بالموارد. كويس؟ يعني تبتدي طريقك بأبسط فكرة عندك او تعمل فكرة بسيطة. انت برضو ما تنساش انك مخترع، يعني العقلية ممكن تفكر اكتر من فكرة، فما تمسكش على فكرتك بس انا عايز اعمل الفكرة دي اللي جات لي بس. لا، حاول وهتفكر ان شاء الله وتجيب فكرة بسيطة. الامثلة والتجربة ان شاء الله هتكون عملي يمكن في الحلقة اللي جاية او اللي بعدها، هنبدأ نعمل يعني معلومات عن الموضوع اكتر. كويس؟ زي ما بقول اخر حاجة النقطة انها يكون قليلة المصاريف، يعني ما تبقاش فكرة مكلفة عشان اقدر اعملها، ومتاح طبعا الخيارات بتاعتها وامكانياتها في البلد اللي انا فيها. طبعا احنا مثلا في مصر خلاص بقى في CNC والليزر وال3D برينتر، كل الحاجات دي الى حد ما خلاص موجودة متاحة في اماكن كتيرة جدا، فيمكن اعتقد المكان والتنفيذ مبقاش صعب على الاقل مثلا في مصر. انت برضو تشوف في بلدك متاح ايه الخامات، تقدر تعمل فكرة دي ولا لا، لو حبيت تعملها تقدر ولا لا. كويس؟ الفوائد المتوقعة من التجربة ومن الطريق ده، احنا دلوقتي اخترنا طريق ريادة الاعمال. انت هتبقى رائد اعمال يختلف ان انت مخترع بس. كويس؟ فانت محتاج شوية معرفة، دي اول حاجة اللي احنا محتاجين معرفة ريادة الاعمال. وانا ان شاء الله في الفيديو
يمكن اللي جاي هديك المعرفه بعد كده، هديك المثال للعمل عشان تقتنع وتوصلك الرساله، لكن هديك جزء المعرفه برضو، لكن برضو مش هقول لك اعتمد عليها 100%. اسمع مني معلومات وتعلم واقرا في المجال اكتر، لان مهما كان الفيديو اكيد مش هيقدر يوصلك كل حاجه، الا محتاج حلقات بقى كتير ان شاء الله ربنا يسهل. هحاول قدر الامكان ان انا اوصل لكم الرساله بالكامل. انتوا برضو لو عندكم اسئله في الموضوع ابعتوا لي اسئله عشان اضيفها للفيديو اللي جاي، واشوف اذا كان هعمله فيديو او اتنين ان شاء الله. تمام. الفوائد المتوقعه لما ناخد الخطوه دي، هيبقى عندنا اول حاجه نجاح ماشي معانا يوصل للي انا اكون صاحب مشروع او صاحب مصنع كبير، زي ما ناس نجحت وزي اي حد بيبتدي، هو بيبتدي صغير. ما تبقاش زعلان او ما تبقاش يعني مكتئب اللي انا هبتدي بدايه صغيره. خلي بالك اللي الطريق ده لو ابتديت النهارده مثلا، النهارده هقول النهارده انا النهارده في هذه الساعه ابتديت مشروعي، بعد سنة اتنين تلاتة انا هوصل لقمة النجاح، لان انا ابتديت. لما ننتظر رجل اعمال او حد يساعدنا او حد يتعاون معنا، الانتظار ده ممكن يبقى قد ايه؟ سنة اتنين تلاتة خمسة. ولما توصل بعد خمس سنين تقابل رجل الاعمال ده، مش هيديك اللي انت عايزه ده اكيد، مش هيوصلك لاهدافك اللي انت عايزها، حاجات كتيرة جدا انت اعتبر معلش هتتنازل عنها عشان المشروع يمشي، وانت هتبتدي من بعد الخمس سنين. خد بالك انك هتبتدي من بعد النقطة دي، غير لما انا ابتدي من دلوقتي. خطوات بسيطة فعلا، وهاخد نقطة 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 وسلمة سلمة، لكن في النهاية هتوصل، اكيد هتوصل. انا عملت اعداد كويس، عندي فكرة مبتكرة، السوق بدأ واحدة واحدة يتقبل الفكرة، واحدة واحدة انا بكبر، واحدة واحدة بدخل المال وبدفع علشان اكبر المشروع. هتوصل، هتوصل اكيد. كويس. نقطة تانية استمرارية. المشروع اللي انت بتعمله ده هيستمر ان شاء الله، ممكن يعني مش هيبقى مصنع واحد، هيبقى اتنين وتلاتة واربعة. يعني ما تجيش تفكر انك انت هتعمل مصنع يعمل افكار مبتكرة، لا، انت هتعمل مصنع للفكرة البسيطة او يعني الحاجة البسيطة دي، وتستمر طول ما هي ناجحة استمر فيها. تبدأ تلاقي السوق بتاعها بدأ يريح شوية، هتغير وتعمل مصنع تاني ومصنع تالت. المهم الاستمرارية، ونجاحاتك هتستمر، اكيد هتستمر، لان انت فكرة وانت بتحبها وحاجة عايز تعملها وهتنجح بيها، هتنجح بيها ان شاء الله. كمان الخطوات بتاعة المشروع دي ممكن تتحقق حاجة واقعية. يعني انت لما تقول لي انا عايز اقابل حد على فكرتي، ما هو ممكن الامور تتغير ومحدش يقبل فكرتك اصلا، او الاقتصاد زي ما حصل الاقتصاد وقع دروبات زي موضوع كورونا وهكذا، فخلى اللي ما فيش حد اصلا عنده استعداد يخش في مشروع او يدفع فلوس دلوقتي وهكذا. امال النقطه اللي احنا بناخدها علشان نفسينا عايزين نوصل بيها وننجح بيها، هتمشي فيها؟ لا هتمشي، لان انت ده صاحب المشروع وانت اللي قلبك على المشروع، هتمشيها، هتمشيها اكيد. امال لو انت معاك حد رجل اعمال او كده، هقول لك لا احنا نتوقف شويه عشان الاقتصاد او عشان اي حال من الاحوال. لكن في ناس تانية تبقى ماشيه طريقها فعلا زي القطر، هو ماشي مستمر علشان يوصل لهدفه. حاجة تانية برضو مهمة. طب افرض خسرت في المشروع، خسارتك هتكون بسيطة. يعني انا المشروع اللي انا هكلمكم عنه مثلا كان يتكلف مثلا 20,000 جنيه. كويس. لما بدأت بيه انا اخترت قلت ابسط حاجة هبدأ، ابسط مشروع، ولو خسرت ايه المشكلة، 20,000 جنيه حاجة بسيطة. كويس. طب تخيل لو انت مع رجل اعمال او مؤسسة، خسارتك هتكون كام؟ لا خسارتك هتكون 500,000 مثلا، مليون، صح؟ لا ومش كده بس، ده هيبقى خسارة عليه وهيعود عليك بالمشاكل منه، هو ساعتها هيبدأ يعود عليك بالمشاكل واللوم وهكذا. بل أنا صاحب المشروع هم 20,000 جنيه، والله خسرتهم مش مشكلة، ممكن أحاول أعدل وأطور. والله لو خسرتهم بشكل كبير خلاص المشروع باظ باظ يعني مش هيكمل، برضو أنا خسرت خسارة بسيطة، برضو بالنسبة لي أنا خدت خبرة. أنا قابلت رجال أعمال كده يقولي أنا عملت مشروع وفشل، ومشروع تاني وفشل، عملت مشروع تالت غطى معايا الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كلها نجاحات. كويس. فالخسارة معاك هتكون بسيطة. تمام. هنيجي نتكلم على العيوب. إيه العيوب اللي ممكن نقابلها في حاجة زي كده أو الاتجاه ده؟ إيه العيوب اللي هتقابلنا؟ هيقابلك الوقت ممكن بيبقى بالنسبة لك طويل، يعني ممكن تاخد وقت طويل شوية، غير اللي مثلا يجي رجل أعمال عنده الإمكانيات يعني مادية كويسة فينفذ المشروع مثلا في خلال شهر، يكون جايب مكان مستورد مكان وهكذا 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 ويبدأ ينتج. فعندنا عامل الوقت، لكن خد بالك الخطوات الثابتة البطيئة اللي احنا بنشتغلها بتخليك في النهاية ايه؟ انت في النهاية بالنسبة لرجل الأعمال انت
شخص هتحصل على المادة، هتحصل مثلا على مليون، كويس؟ بس بالنسبة اللي احنا بنقول عليه ده، انت في النهاية هتطلع رائد اعمال، ممكن ما معكش المليون بس انت رائد اعمال ثابت نفسك في السوق، عندك انتاج تقدر تطلع، بما ان الناس اتعاملت معاك ووثقوا في اعمالك وفي شغلك، هتلاقي بعد كده انك انت تطلع منتج تاني الناس هتشتريه، تطلع منتج تاني الناس هتشتريه، فانت هتفتح لنفسك طريق كويس جدا، وهتفتح لغيرك من الشباب طريق، غير لما انت تنتظر. وفي النهاية معلش هتبقى نتيجة ايه؟ انت صاحب مادة، هتاخد فلوس بس مش هتاخد زي ما انت متخيل حصة من السوق. يبقى هو يمتلك كل حاجة لو هو رجل اعمال، وانت معلش ما عندكش غير اللي انت هتاخد منه فلوس. هنيجي على النقطة الاخيرة، طبعا هي فيها برضو من العيوب ان انت بتحمل مسؤولية كل الامور، اذا كان حاجة في التسويق، حاجة في التصنيع، حاجة كذا 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 كذا، انت بتكون انت المتحمل الاساسي في الموضوع، وانت شايل الموضوع بالكامل. لكن دي مش مشكلة وده مش عيب انك انت تمتلك او يكون ليك كل حاجة على 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 عاتقك وكده، وانت دي مسؤوليتك وده الضغط عليك. معلش خلي بالك ده هيديك خبرة وهيديك قوة بشكل كبير. عارف لو انت الفيديو كل ده انت مش عايز تبقى رائد اعمال، انا شايف انت برضه هتستفيد لما تقعد مع رجل اعمال ويبدأ يتكلم معاك، يقول لك دراسة الجدوى والعناصر الاساسية والمصاريف الثابتة، فانت تبقى فاهم. ما انت مهم تكون فاهم برضه، لان انت لو مش فاهم هيضحك عليك في اي ديل يحصل معاك، هيضحك عليك بسهولة. عشان كده انا اهتميت قلت طيب انا كنت ممكن اقول لكم المعلومات وخلاص، بس قلت لا انا عايز اقول لكم المعلومات وابدأ اشرح لكم دراسة الجدوى بشكل مبسط. هعمل لك دراسة الجدوى على مشروعي كده بحاجة بسيطة، مش هقول دراسة الجدوى حتى بتعقيداتها، لا امور بسيطة، لان انت حتى لو قعدت مع رجل اعمال وربنا سهل لك ودخلت مع رجل اعمال او مع مؤسسة، تبقى فاهم هم بيقولوا ايه، مش يحط لك المصاريف دي على دي على دي ويضحك عليك وفي الاخر انت تقول اه كويس انا شايف اللي هو الحسابات كويسة، وانت طبعا مش فاهم حاجة. كويس، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي اسئلة مهمة بالموضوع ده ابعتها لي، لان انا هنزل فيديو تاني وتالت عن الموضوع لحد ان شاء الله ما اوصل لكم الرسالة كاملة في الموضوع ده، تعرف حتى على الاقل يبقى عندك خبرات لما تقعد مع رجل اعمال ازاي تتكلم في دراسة الجدوى، وازاي تعرف حقوقك، ازاي تعرف الحسابات تحاسبها ازاي، ازاي تعرف اذا كان ده صح ولا غلط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.